وبكده نكون خلصنا مراجعة ومستعدين للامتحان. ياه، أخيرا جرس الفسحة رن، ده أنا هموت من الجوع. وأنا كمان، بس في حاجة مش فاهماها، هروح للأستاذ أسأله عليها. وانتي خدي السندوتشات اللي ماما عاملاها واسبقيني وأنا جاي وراكي. ماشي، بس ما تتأخريش علشان نلحق ناكل بس قبل الفسحة ما تخلص. أنا جعانة أوي وحرانة، بس كويس برضو ان اروى صاحبتي نزلت تجيب الاكل قبلنا علشان تلحق تجيبه قبل ما الفسحة تخلص علشان الزحمة اللي فيها دي. يلا، بس شكل كوكي نزلت قبلك عشان تجيبلك سندوتشات وعصير زيي، والا مش هتلحقوا تاكلوا قبل الفسحة. لا، كوكي بتسأل الاستاذ بس على حاجة وجاية على طول. ازاي يا بنتي، انتوا كده مش هتلحقوا تاكلوا، انت مش شايفة الزحمة اللي موجودة؟ ده على ما اختك تنزل هيكون الاكل خلص اصلا اللي في الكافيتيريا والفسحة خلصت. لا، ما احنا مش هنشتري، ماما عامله لنا الاكل في البيت والعصير وكل حاجه. اول بس ما تيجي كوكي هناكل مع بعض. سندوتشات وعصير من البيت؟ ايه ده، ده انتوا من زمان قوي يا شيخه. وبعدين انت مش شامه ريحه حلوه زي في الكافيتيريا؟ اكيد طبعا الاكل بتاعك مش هيبقى فريش ولا طازه ولا طعم ولا ريحته هتبقى زي ريحه الكافيتيريا كده. بس مش مضمون، انما اكل البيت مضمون. معمول ازاي ومن ايه ومين الايد اللي لمسته قبلي؟ يا سلام، كلها دي حاجة فاضية اصلا. وبعدين انت مش شايفة الكافيتيريا اهي قدامنا نظيفة وحلوة ازاي والاكل فيها ريحته تجنن؟ طيب عموما اروى شكلها جاية اهي، يلا باي بقى عشان الحق اكل. مالك يا ليدا، يا يارا ضايقتك زي كل مرة؟ لا عادي مفيش حاجة. بقولك يا كوكي، ما تيجي نجرب الاكل من بره ونجيب اكل من الكافيتيريا. والله نفسي، بس ماما هتزعل. مرة واحدة بس ومحدش هيقول له، اصل بصراحة الريحة تحفة تجوع اصلا. نجرب. حمد لله على السلامة يا حبيبة ماما، عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ مش عارفة يا ماما، حاسة ان بطني بتوجعني قوي. اي وانا كمان يا ماما بطني وجعاني قوي. الحمد لله، بعد غسيل المعدة اللي عملته لهم رجعوا كل اللي في بطنهم. امشوا بس على الأدوية اللي كتبتها لهم دي، وبلاش أكل من الشارع تاني عشان هو ده السبب في كل اللي حصل لهم. عايز أعرف إيه موضوع الأكل من مرة ده؟ معلش يا ماما، احنا كان نفسنا نجرب الأكل بتاع الكافيتيريا النهاردة، كانت ريحته حلوة قوي، بس ما كناش نعرف إن احنا هنتعب قوي كده. وانا مش حذرتكم قبل كده؟ يا ماما كل العيال بتاكل ومحدش بيجرى له حاجة، اشمعنى احنا؟ وبعدين احنا بنتكسف من صحابنا بصراحة. انت بتعملي لنا سندوتشات في البيت وهم بيشتروا من المدرسة وجبات حلوة قوي كل يوم، وانا مش بقولك بصراحة علشان ما تزعليش، وبتكسف اطلع السندوتشات لقيت تريقوا عليا. كوكي شايفة الموضوع عادي بس انا بتكسف. وهي التريقة عليك ليه؟ هو انت مش بتحبي الجبنة والمربى والبيض والبطاطس؟ حتى الفراخ البانيه انا بعملها لك. بحبهم، بس صحابي كل يوم بيجيبوا حاجات من بره، اشمعنى احنا؟ هو انت مش عارفة ان انا بحبك وبخاف على صحتك؟ الاكل اللي انا بعمله لك ده كويس عشان صحتك، وكل اللي صحابي بياكلوه من بره قولولي عليه وانا هعمله لك في البيت بشكل صحي وطعم احلى من بتاع بره كمان. صحي ايه يا ماما؟ ما المطبخ بتاع الكافيتيريا نظيف وكلنا شايفينه، ايه اللي هيفرق يعني؟ اولا انت ضامنه منين الزيت اللي هما بيحمروا فيه يبقى نضيف ولا لا؟ وكمان اللحوم اللي بيستخدموها غالبها بتبقى مجمده او مستورده، وغالبها بتكون فلتة او مغيرين مده الصلاحيه اللي عليها. انما انا بجيب لكم اللحوم من الجزار طازه، وبعمل لك الحاجه بطريقه مضمونه ونضيف. وبعدين انا ممكن اريح دماغي وما تعبش نفسي ولا اعمل سندوتشات وتشتروا من بره زيكم زي غيركم، بس انا ما عنديش اغلى منكم عشان اتعب عشانه وشوفوا في احسن صحه ولا ايه. الحمد لله ان هي رسيت على كده، ويا ريت ناخد بالنا بعد كده وما ناكلش حاجه من بره تاني. ربنا يخليكي لينا يا ماما، انا بحبك قوي قوي، وكل يوم هخلص السندوتشات بتاعتي وما عدتش اسمع كلام حد خالص. هي دي بنوتي اللي انا بحبها، عايزاكي اشطر واقوى واحده في المدرسه. حاضر يا ماما. يا عيني عليكي اللي ملكيش حد، يا غلبانه يا كوكي يقولك زي الكلام ده. ماشي يا ريم، وايدي بوسه كبيره لقلب وعقل ماما.
ايوه كده، لازم الواحد يطالب بحقه في البيت ده، يا اما هيمشي. طب يلا يا لمطه ادخلي على اوضتك وارتاحي وخدي الدواء في ميعاده زي ما الدكتور قال. حاضر يا ماما.